ماكسيما، جهاز التنظيف والتعقيم بالبخار الأول في العالم، صناعة إيطالية 100%. ماكسيما تكنولوجيا إيطالية حديثة، ثورة في عالم التنظيف بالبخار. حياة نظيفة وصحية، ليس مجرد جهاز بخار، ليست مجرد مكنسة عادية. قوة هائلة للشطف السوائل والمواد الصلبة، مناسب جداً لمرضى الربو والحساسية. ينقي الهواء من الغبار ويعطر الهواء بعطور طبية طبيعية. تعقيم بحرارة البخار، كثافة الغسيل بالبخار، الغسيل البارد للأقمشة الحساسة، كوي احترافي. نبذة عن أهم مواصفات الجهاز: نظام الفلترة للجزيئات الدقيقة من الغبار، شطف الهواء المتسخ والروائح الكريهة، الفلترة باستخدام المياه وتقنية نظام العزل سبريتو، هواء نقي ومنعش، عملي وأنيق، تصميم عصري يدمج وظائف عديدة بجهاز واحد، مصمم بالكامل ومصنع في إيطاليا. غسيل وتنظيف وتعقيم وتلميع الأرضيات والرخام والباركيه. تنظيف وتعقيم السجاد وإزالة البقع الصعبة. تنظيف وتعقيم النوافذ والزجاج. غسيل وتعقيم المطابخ وإزالة الدهون. إذابة الثلج. تنظيف وتعقيم البلوعات لضمان عدم تعايش الحشرات والبكتيريا والجراثيم بها. تنظيف وتعقيم فواصل السيراميك عن طريق البخار فقط وبدون استخدام أي مواد. تنظيف وتعقيم فراش النوم والقضاء على حشرة العث القاتلة. تعقيم ألعاب الأطفال. غسيل وتعقيم السيارات والمحركات من الزيوت والشحوم. والدراجات. والمكيفات. الكي الاحترافي باستخدام البخار الجاف. أدوات للشطف تمتد لأكثر من 6 أمتار لتنظيف الأماكن المرتفعة. ماكسيما.